بالعباس بن كريدة، مؤسس مبادرة مناظرة، منظمة تونسية للمناظرات. طلقنا مشروع جديد اسمه تونس تختار، اللي هو حيكون مناظرات انتخابية للرئاسية وحتى للتشريعية إن شاء الله. توحدنا بدك تقول مع الوطنية وعدد تلفزات عمومية وخاصة باش نخلقوا مشروع متشارك ببث حي في نفس الوقت كل القنوات، وإن شاء الله نبدو الأسمان بخشان. شوف أهمية البث المشترك، خليني نفسر هذه النقطة خطر مهمة يسر. بشكل عام طوى أنت تشوف لا تيلي وفما برشة قنوات وكل واحد تقريبا في البول دانفورماسيون متاعو. هذيك علاش احنا اقترحنا أنه يكون فما بث مشترك، وهذيك يخلي المواطن يكون عنده واقع واحد كها، وخصوصا في هذه الفترة المهمة في قبل الانتخابات. مهم انه المواطن يكون عنده رياليتي واحدة باش يفهم انه شنو ما ليزوبسيون نتاعو، شنو ما البرامج نتاع المترشحين، وباش ينجم زيدا يقارن بيناتهم. شوف هو طوى احنا قاعدين نخدمه في ثلاث اطراف تقريبا، القنوات الخاصة والوطنية واحنا كخبيرين في المجال للمناظرات. يعني نتخافي دو كوبيراسيون بيناتنا، ومن طوع عنا الوطنية عنا ديز اكيب دو ريداكسيون، وفما زيدا ديز اكيب دو كومونيكاسيون، ديز اكيب دو برودكسيون، اللي كلهم قاعدين يخدموا مع بعض انصامبل. تيرم دو كوندكتور، شوف باش تكون المناظرة واحدة تكون ساعتين ونص مع 10 مترشحين، لو 7 لو 8 و لو 9. دونك او كاو فما 30 مترشح، اون بلانيفي بور ثلاث مناظرات كل واحده فيها 10 مترشح، باش تكون مقسومه على بلوزيور تيم اللي اوفان المسؤوليات الرئيس الجمهوريه. دونك يا اون ديفيزيون دو اون تيم دو بارابور هذوما المسؤوليات، وفي نفس الوقت باش يكون عندك اللي هو فما قرار مشترك بين الهيكل والليزي اللي يقول انه باش يكون فما موديراتور من القطاع الخاص وواحد من التلفزيون العموميه. دونك باش يكون فما زوز نتاع لي موديراتور وجوسكا 10 نتاع المترشحين. للاسف من انا حتى ما عنديش خبر على الاسامي نتاع لي موديراتور. دونك هذه حاجه مبادره مناظره مش داخله في الموضوع، خاطر سوف ديسيدي بين نقابه اصحاب التلفزات الخاصه والاذاعات الخاصه، اي دو لوت كوتي اذاعه مؤسسه الاذاعه والوطنيه. شوف احنا نخدمه تحت القرار المشترك وتحت سلطة الهيكة والقانون التونسي في نهاية اليوم. كيفاش قسمنا تقريبا الخدمة؟ هو إنتاج في البرودكسيون احنا قاعدين نساهموا زيدا، وفما في الكوميونيكاسيون زيدا كما طوى قاعدين نحكيوا على البرنامج، وهذه حاجة ان ترافاي بارتاجي، فهمت؟ دونك حبينا نعملوا سنسيبيليزاسيون للناخب التونسي باش يعرف انه فما هذه المناظرات اللي مهمة برشا، باش يعرف شكون باش يختار في الانتخابات نتاع لو 15 سبتمبر. وي فما بلان دو روت ومسؤوليات ودي ريسبونسابيلتي، اما سو كي لو بلوز امبورطون هي كو فما روح المشاركه اللي هو يخلينا يعني مهما كان لا تاش احنا اون سو بارتاج جوستومون هذوما لي بوين، ومناظره تساعد باللي تنجم تساعد فيه، والوطنيه زاده عندها خبره كبيره وطويله في المجال المناظرات. دونك سي ان ترافاي كولابوراتيف وقاعدين نتساعدوا باللي فما. بالنسبة للإكزامبل الأمثلة اللي شفناهم في كل العالم، شوف مبادرة مناظرة في شبكة دولية زيدا نتاع ليزورغانيزاتور نتاع مناظرات انتخابية. دونك عندنا أكسي ديريكت على عدد تجربات من الأمريك لاتين ومن الأفريك ومن الآزي وزيدا حتى من الأوروب. دونك تفرجنا عدد مناظرات باش نخلقوا أن برودوي فريمون للتوانسة وللشعب التونسي و اونيك. شفنا باغ اكزومبل بالنسبه للانتاج فما ليكزامبل تاع الشيلي اللي حلو وياسر هو، وزيده اخذنا منه الهام، وفما ديز اكزومبل من الافريك زيده وحتى من اوروبا. دونك بعد هذه الدراسات اخلاقنا حاجه اللي ان شاء الله يظهر لي باش يحبوها برشا الناخبين هوني في تونس ان شاء الله.
العالم العربي للأسف ما فماش أمثلة. هذيك علاش احنا قاعدين نقول لكم باش تصنع تاريخ تونس. بالحق ما فماش أمثلة بالعالم العربي لمناظرات رئاسية. دونك سي فريمون تجربة جديدة مهمة ياسر لأي ديمقراطية، واحنا فخورين برشا ان تونس باش تولي اول بلد بالعالم اللي تنظم مناظرات انتخابية بهذا الشكل وهذا البروفيسيوناليزم. دونك جوستومون فكرتني، خاطر 2012 كي فتحت مبادرة مناظرة هوني في تونس، في جمعتين خلال جمعتين كنت هوني عندكم في الاستوديو نتاع تونيسكوب وعملت انترفيو، هي زادة في اليوتيوب. دونك ان 2010 ان 2012 فتحنا مبادرة مناظرة كاسوسياسيون تونيزيان هوني. من 7 سنين اللي فاتت عملنا 31 مناظرة تلفزيونية في كل العالم العربي، اغلبيتهم في تونس، اما فما برشا برامج تلفزيونية عملناها زادة في بلدان اخرى. دونك صافي 7 ans كيما قلت لك، وحسيت انه بديت عندكم هون في تونيسكوب ما شاء الله، وانا فخور اني رجعت عندكم. شوف في 2012 انتبهنا انه اغلبيه البرامج التلفزيونيه في العالم العربي فما برشا رجال اغلبيتهم عندهم 50 60 70 80 سنه، وما عندناش شباب، ما فماش برشا نساء. فخلقت هذه المبادرة لنعطوا فرصة زيادة للشباب والنساء والأصوات اللي مش عم نسمعون كتير، مش هما زيادة يولي عندهم فرصة للتعبير ويكونوا الحوار العام في العالم العربي. هذيك كانت الفكرة الأصلية، وما زلنا نخدم على هذا البرنامج في كل العالم العربي، وعندنا حضور حتى في 11 بلاد. ما في نفس الوقت تونس تختار طبعا حاجة أخرى اللي هي مناظرة انتخابية كما تشوفها في عدد بلدان في العالم. Le 7 septembre, 8 et 9, كل يوم على 9 بث حي، أي قناة تتفرجها تلقاو مناظرات رئاسية إن شاء الله.